Good morning, second grade. How are you today? Now we will talk about additions. About what? About additions in animals, okay? Additions means عملية الجمع. Additions means what? جمع. عملية الجمع. وإشارة الجمع. Addition sign هي هاي اسمها addition sign. إشارة الجمع. What about addition? What's the meaning of additions? شو يعني كلمة addition؟ شو يعني الجمع؟ When I told you there is two red poles and one green, how many poles have we? Have three. If I told you I have one blue pole and two green and one yellow, how many poles we have here? We have four. Okay, that is mean additions, يعني مجموع الأرقام اللي عندنا. Additions in number, like here in the board, we have to know that the addition is in any order, the result will be the same. بأي شكل من أشكال الجمع حتكون النتيجة واحدة. زي لما أحكي 1 plus 3 equal 4. If I replace the number 3 plus 1. إذا بدلت الأرقام أماكنهم صارت 3 بالأول وال1 بالأخير. شو بضل الناتج 3 plus 1؟ 4. إذا الريزلت هي نفسها. لهيك بقول لك addition in any order, this result will be the same. So if I please ask you to open your book, your math book at page number 26. 26. هذا page 26. Okay, 1 plus 2 هي نفسها 2 plus 1. 1 plus 2 equal 3. 2 plus 1 equal what? 3. 5 plus 2 is 7. What about 2 plus 5? غيرنا أماكنهم. غيرنا أماكنهم بهاي الطريقة. صارت 2 هون و 5 هون. الرزق بتغير عليها الشيء؟ لا. 2 plus 5 هي نفسها 5 plus 2. رح يضل الرزق 7. Right? Look to the third question. 7 plus 3. 7 plus 3. I will put the 7 in my head. 8, 9, 10. So the result is 10. النتيجة 10. لو أنا عكست هذول الرقمين بهذه الطريقة وصارت 3 محل 7، يعني هي صارت بالأول بدل ما تكون هون، و7 صارت بالعكس مكانها. الريزلت بتغير عليها شيء؟ بتطلع 7 بس 3 is 10. يعني حطينا 7 in my head وعدت 8, 9, 10. اوكي؟ النتيجة 10. طيب إذا أنا عكست حطيت 3 in my head وعديت عليها 7. هاي 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. إذا النتيجة الريزلت هي نفسها. أوكي؟ إذا لما أعكس الأرقام في الجمع بالأديشنز النتيجة بتضلها زي ما هي. 6 plus 4 equal 10. 4 plus 6 10. 8 plus 1 9. 1 plus 8 9. إذا من خواص الجمع إني إذا عكست الأرقام في عملية الجمع بتضل النتيجة زي ما هي. إذا كنت أنا مثلا 3 plus 5 شو بيساوي؟ 8. شو بتساوي؟ 8. طيب إذا أنا عكست هذول الأرقام، خليت 5 هون وخليت 3 بمكان 5، صار بدل 3 بس 5، 5 بس 3. بتغير شيء على النتيجة؟ لا، لأنه الجمع عملية تبادلية فبتضل الريزلت 8. إذا أول خاصية لازم تفهمها عن الجمع، إنه الجمع عملية تبادلية، إذا عكست أرقامنا بتضل عملية الناتج عملية الجمع نفسه. 1 plus 2 هي نفسها 2 plus 1. 5 plus 2 هي نفسها 2 plus 5. 7 plus 3 هي نفسها 3 plus 7. 6 plus 4 هي نفسها 4 plus 6. إذا الجمع عملية تبادلية. إذا أنا عكست مكان الثلاث كانت 4 بالأول صارت هون، وال 5 كانت بالأول صارت بعد كانت بالجهة الثانية صارت بالأول، ما بيأثر شيء على عملية الجمع، لأنه الجمع عملية تبادلية. يعني إذا بدلت أماكن الأرقام شو بصير في النتيجة؟
حاجه ولا شيء، بتضلها زي ما هي. اوكي سو اوبن يور بوك ات بيج نمبر 28 at page number 28 in page addition in any order. This question is about add. So we say like in 1 plus 2 هي نفسها 2 plus 1. 5 plus 2 هي نفسها 2 plus 5. So please solve this exercise and simplify application as soon as can. Please, if you have anything you want to ask for, go and ask me. Have a nice day. Bye bye.